وإلى السودان، حيث شن الجيش غارات جوية مكثفة على عدد من المناطق في ولايتي الجزيرة وسنار. وتحدثت أنباء عن غارات جوية مكثفة طالت ود مدني في ولاية الجزيرة وود العابس شرقي سنار، فيما تجددت المعارك في مناطق متفرقة بالعاصمة الخرطوم. إلى ذلك، قالت مصادر عسكرية سودانية للشرق إنه لا مانع من لقاء يجمع قيادة الجيش مع القوى المدنية. وأوضحت المصادر أن اللقاء ما بين قيادة الجيش السوداني وتنسيقة القوى المدنية تقدم برئاسة عبدالله حمدوك أمر ممكن، مشيرة إلى أن لقاء ثاني مرتقب ما بين تقدم وقائد قوات الدعم السريع في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا. ومن المقرر بحسب المصادر عقد مؤتمر صحفي بين قائد قوات الدعم السريع وعبدالله حمدوك. ومعنا من القاهرة سيد هيثم كابو الكاتب الصحفي السوداني. أهلا بك معنا سيد هيثم. سيد هيثم، نبدأ معك من لقاء عبدالله حمدوك وحميدتي. بعد اللقاء هذا، على ماذا تعول التنسيقية في ظل عدم قدرة الوساطات الدولية وكذلك الإقليمية من تحقيق تقدم؟ طيب، شكرا جزيلا. يجب أن يكون للصوت المدني وجود، وأن يكون صوت عالي النبرة للضغط على المتحاربين اللي وفي حرب طال أمدها لأكثر من 8 أشهر. أعتقد أن ما رشح من تصريحات خاصة للشرق أوردته الآن عن موافقة الجيش على عقد اللقاء مع تنسيقية القوى الديمقراطية واللقاء الذي انعقد أمس ما بين قيادة قوات الدعم السريع والتنسيقية، أمر يحسب للمدنيين بشكل عام ويحسب للتنسيقية، لأن غياب الصوت المدني له آثار سالبة. يجب أن يكون هنالك ضغط على القوات المسلحة، يجب أن يكون هنالك ضغط على قيادة قوات الدعم السريع، يجب أن يكون هنالك ضغط من المدنيين حتى على المجتمع الدولي وعلى المجتمع الإقليمي ليضغط على المتحاربين، لأن المدنيين هم الذين يدفعون ثمن هذه الحرب نزوحا وتشرد وإزهاق للأرواح ونهب للممتلكات. طيب سيد هيثم، سوف أضع فرضية، وهنا تحدث عن فرضا، يعني فيما لو نجحت تنسيقية التقدم من إجراء تسوية، هل سيكون ذلك قائما على علاج للأزمة الحالية التي أوقعت الجنرالين في بعض، وهل ستكون حل بشكل جذري؟ من الصعب الحديث الآن عن حل جذري، ولكن دعنا نقول أن التنسيقية طالبت في اجتماعها بالأمس مع قيادة قوات الدعم السريع على ضرورة حماية المدنيين، وهذا أمر مهم، انسياب المساعدات الإنسانية، وهذا أمر ضروري، ويجب أن تعلم قيادة قوات الدعم السريع بأن الانتهاكات التي تتم من قواتها، حتى ولو بررت قوات الدعم السريع في بيانات أو حاولت أن تنسبها للصوص أو لمنتحلي شخصية قوات الدعم السريع، في النهاية الشمس لا يمكن أن تحجب بغربال. الضغط هنا مهم من قبل التنسيقية ومن قبل كل القوى المدنية. الدعوة للعودة للتفاوض هذه واحدة من الأجندة الأساسية التي وضعتها التنسيقية في اجتماعها أمس، وصولا إلى وقف إطلاق نار. فمن الصعب أن تقول تسوية، الحديث عن تسوية الآن سابق لأوان، ولكن دعنا نقول أن هنالك أساسيات يجب أن تتم في الوقت الراهن. أولها حماية المدنيين وانسياب المساعدات الإنسانية ووقف إطلاق النار. طيب، أيضا يعني هناك من يتحدث بأن زيارات حميدتي لدول الجوار فيها استعراض لسيطرة قوات داخل السودان. لذا هنا سؤالي، لماذا لم يحدث هذا الاجتماع مع تنسيقية التقدم في المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع؟ من الصعب الآن، أنت تعلم أن الشعب السوداني الآن في نزوح وفي تشرد، وبالإضافة إلى أنه الحساسية عالية، حتى الأصوات المدنية المتعقلة التي تطالب بوقف الحرب والتي تقول لا للحرب، هنالك من يحاول شيطنتها داخل السودان. الحديث عن أي لقاءات داخل السودان يصبح أمرا صعبا وعسيرا.
بالذات فيما يخص قوى مدنية لديها وجهة نظر واضحة بضرورة إيقاف الحرب. في المقابل هنالك أصوات عالية تؤثر على الرأي العام السوداني، تحاول أن تؤثر على مواقع التواصل الاجتماعي، تدعو لمواصلة الحرب وتفترض أن هذه الحرب لا يمكن أن تحسم إلا عسكريا. وإذا نظرنا لواقع الأمر الآن، إحنا أكثر من 8 أشهر لم تتمكن قوات الدعم السريع من السيطرة المطلقة على السودان، ولم يتم حسم قوات الدعم السريع من قبل القوات المسلحة بشكل نهائي، والمدنيين هم من يدفعون فاتورة الحرب. شكرا لك من القاهرة سيد هيثم كابو الكاتب الصحفي.